السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة نتعلمها مع بعض وقناتكم صن ستايل فاشون. والمهندس احمد شمس الدين يحييكم اخواتي واخواتي ابنائي وبناتي، وكل اللي احنا بنطلبه منكم الدعم والدعاء بظاهر الغيب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تبخلش على الفيديو دوت بلايك على اساس يوصل لاكبر عدد ممكن. ولو انت ما استفدتش من الفيديو ففي غيرك اكيد عايزين يستفيدوا منه. الموديل اللي انا هعمله دلوقتي هو اللي انا حطه قدام حضراتكم على الكمبيوتر. الظهر بتاعه انا عامله سادة، يعني هو من قدام. عشان نقرأ الموديل مع بعض، اول حاجة هلاحظها ان الزراير داخلية. يعني ايه الزراير داخلية؟ مش باينة خالص. فالزراير بكفر داخلي، ماشي؟ يعني ما بيه هنا هوت في زراير جوه الكفر ده كده. دي اول حاجة انا بلاحظها، ماشي. البلوزة بالياء، ياء قميص عادية، تمام. والموديل اللي قدامي دوت وان كانت واحدة لابساه اصلا مانيكان، يجب ان احنا نبص هل يا ترى ان الموديل ده مظبوط عليها ولا في حاجات اصلا فيها عيوب. لو انت لاحظت الياء هنا هتلاقي ان الرقبة نفسها بتاعت الموديلس بتاع الموديل اللي هي لابساه عايمة في قلب اللياقة، يعني اللياقة دي كبيرة جدا عليها، ماشي. اللياقة في مقاسها في نسبة وتناسب ما بين عرض الكتف واللياقة. عرض الكتف على سبيل المثال لو عندي 40 يبقى اللياقة عندي كام؟ اللياقة عندي هتبقى 46 صافي. طب جبت الكلام ده منين؟ اللياقة المفروض عرض الكتف دوت 40، يبقى اللياقة كذلك 40. طب اللياقة بتيجي الجنب ده يقفل على الجنب ده، يعني اليمين بيقفل على الشمال. طالما في قفلة يبقى لازم بعمل حساب 3 سم شمال و3 سم يمين، يبقى كده اللياقة بتاعة الموديل دوت 46. فبالتالي لما تيجي تلبسه مش هيبقى عايم فيها بالشكل ده، تبقى اللياقة محكومة على الرقبة نفسها، تمام. ده نوع من اللي انت اصلا يجب ان انت يبقى عندك علم من خلاله تقدر تقيم الموديل دوت واللي لابساه هل يا ترى هو مظبوط عليها ولا لا. طيب تاني نقطة او تالت نقطة احنا نشوفها، الموديل بجيب صغير اهو، تمام. طيب هو بامبير، يعني ايه بامبير؟ يعني في خياطة عند ايه؟ عند الخصر كده بالظبط. بس انا الخصر عندي اهو، لكن هي الامبير دوت بيبقى اسفل منطقه الصدر مباشره، او ان هو اصلا يبقى في منتصف البطن، او ان هو يبقى ساقط يبقى لتحت شويه. فالموديل دوت الامبير بتاعه عالي. ايه اللي عرفني؟ ادي منطقه الصدر، هو اسفل منطقه الصدر مباشره. يعني على سبيل المثال حتى لو ما عنديش المقاس دوت، ماشي، الامبير دوت هيتراوح من كام لكام؟ هيتراوح كبيره من 42 ل 45. من 42 لكام؟ ل 45، تمام. ده الصافي بتاعه، الصافي بتاعه، ماشي. يعني معناته انا لما اجي اقصه بحط ايه؟ بحط 3 سم فوق، بحط 3 سم تاني. يعني على سبيل المثال ان انا هاخد الامبير دوت معايا 42، يبقى لما اجي اقصه اقصه على 45. ليه؟ لان في سم ونص هيخش جوه خياطه الكتف، وسم ونص هيبقى في ايه؟ في خياطه الامبير ده، تمام. طب احنا في نقطة تاني معايا، في اصلا تحت الامبير على طول في كشكشة، ماشي. الكشكشة دوت انا ليا حرية التصرف. لو انا عايز انزل الموديل دوت على واسع ويبقى اصلا زي الكلوش بالظبط، يبقى يخلي الكشكشة دي ورا وقدام. لكن الموديل اللي قدامي دوت بقرايتي ليه لا، ورا ما فيش حاجة خالص، وان كانت الصورة مبينالي ان مش مبينالي الظهر. ليه؟ لان لو في كشكشة كمان في الظهر كنت هتلاقي الديل دوت وسعه كبير جدا. فبالتالي انا لما هاجي اعمل قصة عن القصة ديت، ماشي، هقص الوراني قصة عادية خالص، تمام، قصة البلوزة. وبالتالي لما اجي انا اصور بقية الموديل دوت هتلاقوني ان انا قصص الايه؟ الظهر. ليه؟ لان احنا قصينا ظهر بلوزة كذا مرة قبل كده، فهقول لك ترجع ليه، احطه لك في صندوق الوصف وترجع له عشان ما نضيعش وقت والموديل معانا يطول في الوقت بتاعه وفي رفعه. نكمل قرايه للموديل. يبقى في الامبير دوت والامبير دوت تحتيه كشكشه، تمام. زي ما قلت لكم قبل كده، انا لما اجي اشتغل في الموديل دوت، ماشي، على سبيل المثال الصدر عندي مثلا هيكون في حدود 100، يبقى انا بحط عليهم 12 سم فوق،
12 سم فوق يبقى 112، يعني ربع الصدر ده يبقى 28 معايا صافي وانا شغال. صافي وانا شغال يعني غير خياط، غير زياده الخياطه الداخليه. طب ال 12 اللي انت حطيتهم دوت ايه؟ ال 12 اللي انا حطيتهم احنا بنقسمها على محيط الصدر كله. على سبيل المثال ان انا لو عندي 100 سم للصدر و12 يبقى 112، يبقى الحته دي من هنا لهنا كده 28 سم. تمام. طب بالنسبه للوسط، بالنسبه للوسط لما نيجي نشوفه هلاقي ان الوسط دوت على سبيل المثال لو هو معايا 80، لو هو معايا 80 كبير جدا جدا ان انا اخليه كام بالزياده؟ اخليه 86، اخليه 86 ماشي، مش هوصله ل 88 كمان، يبقى انا زودت سنت ونص تلبيس بس، لان هو لازم يكون محكوم على المنطقه دي، لان هو لو مش محكوم على منطقه الامبير دوت هيبقى معلش انا اسف الموديل زيه زي الجلابيه بالظبط، لكن لازم انا اعمل التكسيم بتاعي وتظبيطه بنفس الشكل ده كده، فيبقى الوسع اللي من فوق وسع طبيعي، اما وسع الامبير فهو الوسع اللي هو من خلاله وسع تكسيم. ماشي، وسع ايه؟ تكسيم وتجسيم في نفس الوقت. تمام، يجب ان هو هنا هو ما يزيدش عن محيط الصدر كتير، ما يزيدش عن محيط الصدر كتير، تمام معلش انا اسف، عن محيط البطن كتير، ولذلك انا ضفت 6 سم. ال 6 سم ديت على ايه؟ على محيط الوسط كله. يعني لو عندي الوسط دوت 80 و6 سم يبقى انا الحته دي من هنا لهنا ربعها 21 ونص، اللي هو ربع ايه؟ ال 86، اللي هو ربع ال 86. تمام كده انا انتهيت من الجزء الفوقاني كله، قريته وقلت التعليقات عليه. الجزء التحتاني دوت هيبقى ايه؟ الجزء التحتاني دوت ماشي هيبقى فيه كشكشه اسفل المرايه المغطيه ايه اللي هي نازله من الامبير. يعني انا الامبير دوت لو معايا هنا هوت لغايه هنا هوت 42، في 3 سم تاني انا هحطهم قطعه خارجيه تداري الكشكشه دي، يبقى الكشكشه ايه؟ الكشكشه داخله جوه ايه؟ جوه الستاره اللي نازله دي، بسميها ستاره للكشكشه الداخليه، يبقى ديت جزء خارجي خالص مداري الكشكشه ديت من تحت. يعني ايه؟ يعني اصلا الكشكشه دي مش متخيطه هنا في الحته دي، لا ده هي متخيطه جوه هنا هوت فوق ال 3 سم دول. الكلام دوت لازم ان احنا نبقى عارفينه. طب ماشي، انا خدت ديت على سبيل المثال كام؟ خدتها 21 ونص. طب التحتانيه ديت هتاخدها كام؟ هاخدها على الاقل 40. طب ليه 40؟ ما هو في كشكشه هنا، في سوري معلش هي 21 انا هاخدها 35. ال 15 سم دول هم اللي انا هكشكشهم، ال 15 سم دول ايه؟ هم اللي انا هكشكشهم تحت المرايه دي او تحت الكفر اللي هو موجود هنا دوت كده. تمام. وطبعا الموديل دوران من الجنب، الطول بتاعه بيغطي منطقه يعني بيغطي منطقه الارداف الى منتصف الفخذ لغايه هنا. دي قرايه للموديل. الموديل بسوره عاديه جدا ماشي، سوره رفيعه لن تتعدى ال 4 سم. تمام. يبقى احنا دلوقتي لما هكمل التصوير دلوقتي انا هروح حاطط لك ايه؟ الظهر على طول انا اقصه، وهبدا اوري لحضراتكم ازاي ان انا هقص الجزء الايه؟ الفوقاني. نبدا ننتقل مع بعض على البنك عشان نشوف احنا ايه هنقصه ازاي.